أمسية 11 قرينة جزء رسائل تاع الشيخ سيدي علي الهليل. يقول فيها جميع الفقراء القاطنين الذي بركان والفقراء المقادين نتاع بركان نتاع بجدا ونتاع من بين الوصايا اللي نص عليها الشيخ سيدي الحاج علي الهليل وهي الاجتماع على ذكر الله. الله. وهي عدم الاختلاط الذكور مع البنات ثم على المذاكرة وعلى عدم التشدق في أعراض البنات يعني بموجب الملخص الذي كان في الرسالتين يعني كان في الرسالتين تقريبا عندهم واحد أكثر من 60 سنة تاع الأقدمية يا أحباب رسول الله إن الله تبارك وتعالى يا أحباب رسول الله كما قلنا في الدرس السابق هناك أزيد من 360 آية أو بما معناه ذكر الله تبارك وتعالى يحثنا فيها على ذكر الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يا أحباب رسول الله يقول لا تقوم الساعة على الخلق لا تقوم الساعة على الخلق حتى لا تقال في الأرض الله 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 وفي رواية أخرى لا تقوم الساعة على أسرار الخلق حتى يبقى على الأرض من يقول الله 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 بهذه السيرة يعني أن معناه هذا ما نص عليه المفسرون يا أحباب رسول الله أن هذا الكون كل هذا الكون محفوظ باسم الجلالة الله يعني لا تقطع ذكر الله باسم جلالة الله فلا غاية لوجود هذا الكون لكن لا شيء يا أحباب رسول الله يقول هذا العلامة القارئ في شرح هذا الحديث الإمام يقول لا يذكر الله لا يذكر الله باسمه الله فلا تبقى حكمة في بقاء الناس يعني لا ما تذكر على الأرض اسم جلالة الله يقولها الإمام فلا يبقى أو فلا تبقى حكمة لبقاء الناس على هذا الأرض يعني هاد الذاكرين هذول لا يذكروا الله هما اللي راهم الذكر ديالهم لله تبارك وتعالى راه يعطي هاد الرحمة ويعطي هاد الخير ويوجد هاد الناس كل ما أعطاهم الله تبارك وتعالى فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لأحد الصحابة هل أدلك على ولاة الأمر الذين تصيب بهم خير الدنيا والآخرة وسيوريك الناس اللي في دون شغل قال بلى يا رسول الله قال عليك بمجالس الذكر عليك بمجالس الذكر وإذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله ويقتل وحدك حرك لسانك بذكر الله تبارك وتعالى وسيدي أحمد بن عجيبة يقول في قوله تبارك وتعالى الآية قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قال استشهد به الصوفية هذا من باب الإشارة لأن سيدي أحمد بن عجيبة يعطي تفسير المصطلحات في تفسيره البحر المجيد البحر المجيد في تفسير القرآن المجيد يعطي تفسير الآيات تفسير المصطلحات ثم يعطي تفسير الإشاري هذا من تفسيره الإشاري يقول استشهد به الصوفية في طريق الإشارة على الانفراد والانقطاع لله تبارك وتعالى بذكره الله ولا يكون إلا لأهل الخصوص يعني الخصوصية الذين أحبوا الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى ما عليه الناس في الخوض من الخوض والاشتغال بالأغيار والأقدار والخروج عنهم إلى مقام الصفاء وهو شهود الفردانية والعكوف في أسرار الوحدانية أو كما قال عبد الإمام عارف بالله سليم بن عجيبة وهذا لا يخرج على ما قاله الإمام الخراز يعني هذا الشيء اللي قاله سيدي أحمد بن عجيبة على أن الإنسان يجب عليه أن يقول الله تبارك وتعالى بإذن الله وإلى آخره
فهذا كذلك ينصب فيما جاء به الإمام الخراج في مقولته المشهورة التي دائما نذكرها لكم، لأن فذكر فإن الذكرى وسفه المؤمن إن شاء الله. يقول: إذا أراد الله أن يوالي عبدا، ربي لا يبغي عبدك والي، إذا أراد الله أن يوالي عبدا فتح له باب الذكر، وإن استرد بالذكر فتح عليه باب القرب، وإن استرد بالقرب يا أحباب رسول الله رفعه إلى مجالس القدس، وإذا ثم أجلسه على كرسي التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية وكشف عنه الجلال والعظمة، فإذا نظر الجلال والعظمة بقي بلا هو، وقال الله بقي بلا هو يعني يفنى عن المحسوسات بغيبته بالذات، تظهر المغيبات سرا وعلانية، يبقى بلا هو فيصير فانيا بارئا عن دعوة نفسه محظوظا إلى الله، محظوظا وفي قول آخر محفوظا، محظوظا إلى الله ومحفوظا بالله. وهذا سيدي أحمد بن موسى الكرزازي يا أحباب رسول الله يقول: الذكر هو سيد الأعمال والصدق هو أكماله، يعني لو تذكر الله وما تصدقش راه ما عندك والو، لأن هذا دار والو العقل. الذكر سيد الأعمال والصدق هو أكماله، يعني إلا شفتوا الصدق هذا في الكمال تاع ذكر الله تبارك وتعالى. الصدق في كل شيء، الصدق في كل شيء يا أحباب رسول الله، الصدق هو أكماله. الذكر ماء زمزم اللي شربت منه يفيدك، إن الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: زمزم لما شرب له. الذكر حاز الجوار نالوا به القصد، هادوا السادات العباد الغير في الراي فاسد. اذكر الله اذكر الله يا الغافل يذكرك العالي الاعلى. لا احنا دائما في الاقوال تاع السيد احمد بن موسى الكرزازي، اذكر الله اذكر الله يذكرك العالي في الاعلى. الذكر يا زاد الذكر، الذكر هو الشبيره من لا له نور في الذكر هذا اكثر من غيره. وجاء يا احباب رسول الله في الخبر ان عارفا دخل الى ضريح سيد المجاهد، هذا سيد المجاهد كان عارفا وكان ذاكرا لله تبارك وتعالى وكان معروفا بزهده وورعه ومحبته لله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا القبر اما ان يكون روضه من رياض الجنه او حفره من نار، يعني اذا كان صاحب القبر ذاكرا لله تبارك وتعالى فهو روضه من رياض الجنه، واذا كان غافلا يكون حفره من نار، يعني ياتيه من نار جهنم الى برزخه في قبره على مد بصره، ويكون في عذاب الله في عذاب جهنم عند الله الى ان تقوم القيامه الكبرى، انما تقام قيامته يعني هي القيامه الصغرى يا احباب رسول الله. لان كاين بعض الناس اللي ينكروا يقول لك اودي راك الا مشيت تزور القبر راك كفرت، راك على اساس راك كانك راك تعبد الصنم. هذاك اللي يمشي يزور القبر ويعبد الصنم هذاك اللي يطلب من الميت، اما اللي يمشي يتبرك بالمقام نتاع العارفين بالله ويدعي الله تبارك وتعالى ويقرا فهذا جائز. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور الصحابه الذين دفنوا في البقيع، وكان يزور قبر الصحابه الذين دفنوا في الشا ودفنوا في الحرم الى غير ذلك، ثم قال: نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم بيوم القيامه، او كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هل عارف بالله قال: دخلت الى قبر او الى ضريح سيدي مجاهد، ودخلت له بكل خشوع وأدبي كأنه حي. يعني دخلت القبر تاع هذا السيد هذا ولي الله، دخلت كأنه حي، ودخلت بالخشوع وبالأدب اللي تحتاج واحد الإنسان حي اللي معروف بالمقام ديالو عند الله تبارك وتعالى. لأن الأرواح قال: لأن الأرواح لها جاذبية وكهرباء سائل وسيال وشعور خفي بخواطر السالكين. يعني على ان هاد الناس يقول لك في بعض المقولات في السنه تعريف الله يقول لك هاد الولي
يفيد بالدعوة ديالو حي أو ميت. هذا يفيد بالدعوة ديالو متأخر هو حي، والروح ديالو راها في قفص طير المقفص يا فتى. الفائدة أطلق لها العنان وخرجت من هذا الجسد وأصبحت في هذا الكون الذي أعطاها الله تبارك وتعالى، غادي تكون القوة ديالها أقوى وأقوى، يعني الفائدة ديالها تكون أقوى وأقوى. فعن معاذ بن جبل مرفوع يقول: يا أحباب رسول الله، عند ذكر الصالحين فهي كفارة للذنوب. هذا الذي يذكر الصالحين فهو يكفر عن ذنوبه، لأنه يقتدي بما قاله العارفون بالله. نجد هذه المقولة المرجع ديالها هو مسند الفردوس وعن جلال الدين السيوطي قال: ذكر الأنبياء من عبادة، وذكر الصالحين تتنزل به الرحمة. هذه المقولة موجودة في جمع الجوامع وفي الطبقات للإمام الشعراني. ثم نجد أن الإمام معروف الكراخي قال: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، وقالها في كتابه سنن المهتدي. ثم قال بعض المشايخ: الحكاية عن الصالحين هي جند من جنود الله يثبت بها الله قلوب أوليائه. عن سيدي أحمد بن عجيبة قال: ذكر أحوال الصالحين وذكر سيرتهم وذكر كرامتهم هي جند من جنود القلب، وذكر أشعارهم ومواجدهم هي جند من جنود الروح. يعني المذكر الصالح الحياة ديالو، يعني الترجمة ديالو كيفاش كان، هي جنود من جنود القلب. ثم عند ذكر أحوالهم ومواجدهم فهي جند من جنود الروح. ولقد ورد أن عند ذكرهم تتنزل الرحمة، وعند زيارتهم فكأنك تزور حي في حياته المعنوية وفي حياته الحسية وفي حياته الوجدانية وفي حياته المعارفية وفي حياته المحبية، كأنك جالس معه. قال: وشاهد هذا الأقوال الذي جاء بها هؤلاء العابدون لله هو قوله تبارك وتعالى: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا أحباب رسول الله، يقول هذا العارف: ولقد أسندت ظهري، يعني وركت الظهر ديالي، لقد أسندت ظهري إلى مقام سيدي مجاهد وأغمضت عيني، وغمضت العينين ديالي، وركت هكا عند الضريح ديالو وغمضت عينيا، وكنت أذكر الله وأقول في ذكري: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا هو الذكر اللي كنقولوا هذا الزائر للخبر تاع الولي. فإذا أشعر في خيالي، قال: فإذا جاءني في خيالي كأنني أنظر أنني أصعد إلى السماء فوق الصحن، وكأني ببعض الملائكة يسألوني وكبيرهم يقول لي. قال: شفت روحي بحالي طالع في واحد الصحن، الملائكة يسألوني والكبير ديالهم قال لي: ما معنى سبحان الله؟ ما معنى هذا القول تاع سبحان الله اللي تقول؟ وقلت له: هو تنزيه الله. سبحان الله، قال له: هو تنزيه الله. قال: وما معنى التنزيه؟ ما معنى التنزيه؟ قلت: انه واحد احد فرد صمد. هذا الجواب الذي اعطاه العارف بالله. قال له: اين الله؟ اين الله؟ فاجاب: لا اين، لا اين، ما كانش الاين، ما كانش الاين، اين الله للزمن، لا اين. قالوا: كيف الله؟ قال: لا كيف، ما يتكيفش، لا كيف، ما تقدرش تشخصه، لا كيف. قالوا: هل تدرك ربك؟ واستدرك ذلك الله تبارك وتعالى. قال: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، هو مقتصر على هذا. قال: لا تدركه الابصار. قالوا: انت قليل المعرفه. قالوا له: انت المعرفه ديالك قليله. قال لهم: لماذا؟ قالوا له: لأنك تعرف وجود الله ولست سائرا في مسالك الوصول إلى معرفة أنوار الله تبارك وتعالى. تعرف تعرف ربي وتعرف المسائل، ولكن الطريق ديالك غادي فيها ما غاديش توصل. الله الله. قلت: وكيف أسلك هذا الطريق لأصل إلى هذه المعرفة؟ قالوا: إن الذات
محجوبة بالصفة، إن الذات محجوبة بالصفة، ومن لم يتأثر بمعرفة صفات الله لا يصل إليه، أي في أي وقت من الدنيا وفي الآخرة. وكل إنسان يقبض على درجة معرفته، يعني هذه المعرفة اللي وصلتش إلى هذه المعرفة، إلى تقبض غادي تبقى غير عارف، وإلى وصلت لها المعرفة غادي تكون من العارفين ليا، غادي يوريوه باستدراج باستدراج، غادي يوريوه كيف يصل إلى هذه المعرفة. قالوا وأهم المعرفة هي التحقق من صفات الله تبارك وتعالى علما وعملا، علما وعملا، علما وعملا. إذا العلم يتبعه العمل، إذا العمل هي المجاهدة، يعني إذا أدركت اسم من أسماء الله ستعمل بمقتضاه التزود منها إلى أن يلهم العبد أسرار، يعني إذا سرت على هذه الصفة يعطيك الله تبارك وتعالى أسرار صحف إبراهيم، ويعطيك أسرار صحف موسى، ويعطيك أسرار زبور داود، ويعطيك أسرار إنجيل عيسى عليه السلام، وتتوجه بعلم ما في القرآن من صفات الله تبارك وتعالى والتحقق بأسمائه الحسنى، وعند ذلك تصل إلى المنحى الذي يوصلك إلى هذه المعرفة، وإذا قبضت عليها تقبض على هذا الصفة، لأن الإنسان يموت على ما كان عليه. ولقد اتفق يا أحباب رسول الله العلماء أهل العقل والنقل والقياس والإجماع على فضل الذكر وعلو شأنه وسهولة سبوله، وإنه أي الذكر رحمة من الله يختص بها الأخيار، ثم فصلها الذكر على حسب مقامات النفس، الأمارة، اللوامة، الملهمة، المطمئنة، الراضية، المرضية، الكاملة. هذه النفس الأمارة يقول الناس يدنا عليك بذكر لا إله إلا الله، أكثر من ذكر لا إله إلا الله، ونحن نعلم أو كل منا يعلم مقام نفسه، كل واحد فينا يعلم خبايا نفسه، كل واحد فينا راه يعرف كيش داير الضمير ديالو، النفس ديالو، واش النفس ديالو أمارة ولا لوامة ولا ملهمة، يقدر ما يعطيش السر ديالو لغيره، ولكن هو يعلم ما هو المقام تاع النفس ديالو. إذا رأيت بأن نفسك لا زالت أمارة تأمرك بالمعاصي، تأمرك بالشيء الذي يبعدك عن الله تبارك وتعالى، تأمرك بالحيل حيلة، تأمرك بالسطو على 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 ممتلكات الناس، سواء بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بكذا، تأمرك فأكثر من لا إله إلا الله، لا الكلمة الطيبة وأجزمه الكلمة التقوى وكانوا أحق بها وأعلى، أكثر من لا إله إلا الله، لأن حفظ لا إله إلا الله عدد حروفها 12 حرف على حسب شهور سنة، وعدد كلماتها 4، لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله وأمدها أعطاه الله تبارك وتعالى من كل حرف شجرة، وكل شجرة عدد أوراق أيام الدنيا تسبع وتستغفر من قائلها إلى يوم الدين، استغفر لك. ولا يقول العبد لا إله إلا الله إلا وهذه الكلمة سجدت بين يدي الله، ويقول لا إله إلا الله يتسجد بين يدي الله، قل الله ارفعي، قل يا ربي يا ربي الشفاعة للقناه، يقول الله تبارك وتعالى في هذا كتاب مخطوط وجدت في هذا القول، يقول الله تبارك وتعالى حديث قدسي، قل ارفعي بالسجود، قل يا ربي اغفر لقائلها، يقول الله تبارك وتعالى ما اسريتها على لسانه الا وقد غفرت له. وحدوا الله من قال لا اله الا الله وامدها اخرج الله من قلبه قاضبا من نور، يختلف السماوات السبع الى ان يصل الى سدره المنتهى، ولا يزال يهتز الى ان يقال له اما كللت اما مللت، فيقول لن اكل ولن امل حتى يغفر الله لقائلها. كلمه التقوى، وخير ما قلته انا ونبينا من قبلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لا اله الا الله. فاذا رايت نفسك خرجت من هذا المقام تاع الاماره
الى اللوامه وتقول لك علاش درت هذه وعلاش درت هذه وعلاش درت هذه. اذا الان غادي تلتمس واحد الشيخ يفتح لك باب الاذكار اللي هي كما قال عارفنا بالله لا الإمامنا العربي الزرقاوي وليس الحاج محمد نبري، ان الاوراد التي اعطاها اياه شيخه صديق الدول الفكري اعطاه الاوراد، قالوا هذا مفتاح القلوب ورسم لهم الحروف حديث بعضهم، قالوا هذا مفتاح الارواح. الان عليك بشيخ يكون له الاذن في الاسم الاعظم يرسم لك الحروف ويخرجك اي قوه من اجل ان تذكر الله تبارك وتعالى باسمه الله. يا الله تذكر حتى استوي يعني تسقد تكون بحال ديك العذر معليها هكا الشوال ديالها من غير قرص. هذاك الوقت غادي ذاك السمن ديالك عيان بالله يولي راكع يدخل في الغرب ميبقاش يعني تفنى عن المحسوسات ويطلع النور، لأن رسول الله سبحانه وتعالى قال من أصبح لله 40 يوم انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذه الحكمة في 40 يوم نتاع الخلوة اللي مرا ولا غير بشوية يذكر الله غير بشوية ربي يفتح عليه، لأن هذا الوقت تاع السرعة. يا أحباب رسول الله كانوا عارفين بالله، كانوا فقهاء علماء، وكانوا يتجردوا من العلم ديالهم ويتجردوا من النسب ديالهم ويتجردوا ويجوا عند الشيخ يقول له سيدي الشيخ كاين بعض الأحيان يكون الشيخ أمي ولكن عنده الإذن ويرسم لهم الحروف ويدخلوا ويدركوا هذه المعارف وهذه المقامات السبع التي أعطاها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المذكرين، ويبقى من بعد ينابع الحكمة من قلبه على لسانه، وهذا ما يسمى بالمخاض الروحي. يعطي له قصيدة يذكر لك فيها كاع هذه المعارف التي أدركها في سيره الروحي إلى هذا المقام الأسنى الذي أوجبه الله إليه في من ذكره لله تبارك وتعالى باسمه الجلال. ولكن لا ينسى لا إله إلا الله، يعني راه الخلوة يذكر لا إله إلا الله ثم راه الخلوة يذكر اسم ذات الله، ولكن لا ينسى ذكر لا إله إلا الله. يعني بحال ديك الشجرة إلا تعطيها عليها الماء راه ما تعطيش الثمار، الثمار ديالها يعني يموت فيها، ولكن يحبك تسقيها يحبك ترويها إلا كل سنة لا تعطي الثمار، وتعطي الثمار وهي غادية إلى نهاية الله مرضاهم عليها إلى أن تنضفها. يا أحباب رسول الله ثم يوصون هؤلاء العارفين بالله يقول لك من هذا المقام تاع الاسم العظيم الله يقول الاسم هو، ويعطيوها التفاصيل لأن يربطوا أن يعطوها التفاصيل إذا أردتم ذلك. فأصبحت يا أحباب رسول الله لا إله إلا الله كلمة التقوى، فهي اسم الله تبارك وتعالى لقوله في لا إله إلا حسني ومن دخل حسني أمن من عدمي، وقال صلى الله عليه وعلى آله لا إله إلا الله أفضل الذكر. فإذا تطهر الذاكر في هذا المقام من لوث درس الأغيار أصبحت نفسه لوامة، فعالمها عالم البرزخ ومحلها القلب وحالها المحبة ووالدها الطريق وصفاتها اللو والفكر والعجب والاعتراض على الخلق والرياء الخفي وحب الشهرة والرئاسة، وبقي معها بعض أوصاف أمارة لكنها ترى الحق حقا والباطل باطلا، ولها أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة، ولكن يدخل عليها العجب والرياء الخفي. فعليك إذا كنت في هذا الحال بذكر الله بالاسم الأعظم الله. أي واخا كانت اللوامة باقي فيها ديك البقايا تاع الأمارة يا أحباب رسول الله، فاستقبلي القبلة بعد الإذن وأنت على وضوء وأغمض عينيك واذكر هذا الاسم بشدة وقوة وبرفع صوت، واعلم أنه ليس في الأذكار كلها أوسع مددا ولا أقرب تأثيرا منه على الأحوال الغيبية والأسرار الملكوتية وما لا يدخل تحت حصر، وبالحقيقة هو الاسم الذي إذا دعي به أجاب إن شاء الله تبارك وتعالى، وإذا سئل به أعطى بشرط أكل الحلال. يعني إذا كنت في هذا المقام هو يعطيك الشرط بأنه ماشي تقول الله الله بصرنا على الخليفة، ولكن اقصد الدور عن الحلال، الحلال تحري عن الحلال، تحري عن الحلال حتى بالفكر ديالك، لأنه في عندي سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه صحابي من صحابة رسول الله قال له إني أشم رائحة الزنا في عينيك،
شو من هذا الزناك إلي؟ قال له هذا وحمل بعد رسول الله. قال له لا، هي فراسة المؤمن، هي الفراسة تاع المؤمن. قال له صدقت يا أمير المؤمنين، فإني عند طريقي إليك رأيت كذا وكذا وكذا. يا أحباب رسول الله، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فإنه هذا الاسم يا أحباب رسول الله في فإنه سيد الأسماء، وتكون في هذا المقام كثير الأحوال. يعني ما تدخل في الاسم الأعظم تكون كثير الأحوال، كثير الوساوس، ولهذا الاسم نور تحرق به ذلك، فكن مكثرا بذكره ولا تبالي، تصبح إن شاء الله مقام النفس الملهمة. فعالمها عن النفس الملهمة، فعالمها عالم الأرواح، ومحلها الروح، وحالها العشق والمحبة في الله ورسوله، وواردها المعرفة، وصفاتها السخاء والقناعة، والعلم والتواضع، والصبر والحلم، وعدم الأداء لمخلوقات الله. يعني لا نقدم في هذا الأوصاف، عرف بأنك في النفس الملهمة، عرف بأنك تعديد النفس الملهمة، وراح تدخل في النفس الملهمة. إذن هذه المقامات، هذه عرفنا بالله، كيف مش أعطوها لنا؟ يا هكا بغيت تسجل وبقى يكتب؟ ولا ذاقها؟ دركها ولا ما دركهاش؟ هذا هو المخاض الروحي، يعني هذا اذكر الله اذكر الله اذكر الله، تبقى يوري له سيدي ربي هذه المقامات وفات فيها وبقى يتركها، يعني يكتبها ويخليها لنا باش حنا نعملوا بمقتضاها. وهذا هذه الصدقه الجاريه، هذه صدقه جاريه في حق هؤلاء العارفين بالله يا احباب رسول الله. اذا هنا العارف بالله ماذا يقول؟ يقول هذا السخاء والقناعه والعلم والتواضع والصبر وتحمل الاذى ويعفو عن الناس، ومن صفاتها الشوق والهيام والبكاء وحب الاصوات الحسنه وحب الذكر والفرح بالله والتكلم بالعلم وسميت ملهمه لان الله الهمها اجورها والهمها تقواها يا احباب رسول الله. لما تشوف روحك عندك واحد الجاذبيه الى مجالس الذكر، عندك واحد الجاذبيه الى مجالس القران، عندك واحد الجاذبيه تقلق تمشي للمجلس تاع الذكر، عارف بلي النفس ديالك راها ملهمه. الى يقولوا لك كاين واحد الجمع وتشوف روحك بلي عاودي انا نقعد نتفرج، راه كاين واحد مسلسل ولا كاين واحد برنامج ولا كاين كذا ولا راه عندي واحد اللقاء مع القهوه، عارف بان النفس ديالك راه عاده امار ولا راه عاده لوامه، وراه عندك باقي عندك البقايا تاع الامار واخدام بمقتضاه. هذه العشيه نعطي واحد قربنا للفقراء واحد المعرفه تقنيه في المعادله قصيره، الفقراء يشكروا عليها باش العشيه ان شاء الله في الدرس نتاع العشيه نذكر نفسي ونذكركم بها ان شاء الله، عاد نطلقوا في الدرس ان شاء الله باش نقربوا المعرفه للانسان، يعني باش راه مطالب يا احباب رسول الله. المريد في هذا المقام ياخذه العجب ويظن ان هذا المريد انه افضل من اخوانه، حتى هذا الملهمه الانسان ياخذ العجب ويظن بلي هو خير من خوته، ويظن حتى انه خير من المرشد ديالو، فهو في سجين، فهو فيهوي الى سجين، يعني بحال ذاك المراهق، المراهق لما يدير 18 عام يظن بلي هو خير من باه، يعرف تسمى باه ويتسمى باه ويتسمى باه، هذا هو يهوي الى سجين. وصاحبها تكره نفسه ملازمه الاوراد فتصبح مائلة إلى الإطلاق وخلع العباد وعدم المبالاة، فخالفها إلى أن تطمئن بذكر الله تبارك وتعالى. يعني دائما ما تغيش قبل الأذكار تاع لا إله إلا الله والاسم الأعظم ثم الأسماء الأخرى، باش تبقى دائما غادي نور، ما توليش إلى الحاضر، ما توليش إلى أسفل الجبل، لأنه الشيطان من الشيطان راك عدو في داخل عدو، راه يتنقص بك في كل وقت وحيد. درك راه حط راه على الرسول راه يبكي، علاش؟ لأن ما يبغيش هاد المجالس لا تنكر في اسم الله يا أحباب رسول الله. وهكذا يسير الإنسان في هذه المقامات إلى أن يدرك المقام مقام النفس الكاملة إلا وهو تجليل الأسماء والصفات، فيصير وليا من أولياء الله الكمال إن شاء الله، إن شاء الله يلقى على هذه الصفة، وإذا مات عليها
بعثه الله على ما كان عليه في الدنيا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.